ابني خلاص ضاع مني حاج فهمي، كمال ضاع مني خلاص يا حاج فهمي. يا بنتي افهميني كويس، انا مش مصدق ولا كلمه من اللي انتوا بتقولوه ده. يعمل كده ليه ويعمل ده مع دي بالذات ليه؟ يا احمد بيه، تقدر تشرح لنا ولاد الافاعي دول بيعملوا معانا كده احنا ليه؟ دول بينصبوا شبكتهم لغايه ما يصيدوا شاب من شباننا. احمد بيه، ايه المفاجاه الجميله دي؟ دي فرصه سعيده جدا. حضرتك مش فاكرني؟ انا مدحت زميل نصر. ده انا عايزك في كلمتين، انا اذنكم. تحت امرك. وبعدين يا حاج هنعمل ايه؟ انا من المفاجاه مش قادره افكر، حاسه ان رجلي مش شايلاني. يدبرها رب العباد بلطفه ورحمته. يا رب يا حاج. اللواء مراد اتصل بيا واداني فكره عن الموضوع، وان شاء الله خلال 24 ساعه اطمنكم. يا ريت يا فندم، يا ريت تنجدنا من الورطه دي واكون عاجز عن الشكر. لا شكر على واجب، دول كلهم اولادنا وحتى هما بيغلطوا برضو اولادنا. يا فندم احنا عاجزين عن الشكر والخدمات. شرفت يا سيادتي. شكرا. شرفت. السلام عليكم. مش لاقيينه يا مروان، كل اللي عرفناه انه طلع رحله سفاري مع واحده اسرائيليه، ومن ساعتها محدش يعرف عنه اي حاجه. اهدى اهدى ازاي؟ انت مش حاسس بيا يا مروان؟ انا في كارثه في كارثه. لا يا سيدي، انا مش عصبيه ولا اي حاجه. خلاص خلاص يا مروان، انت مش حاسس بيا كده خالص. بقول لك ايه، انا هكلمك بكره الصبح وهقول لك لو اي حاجه حصلت جديده. ماشي يا مروان، تصبح على خير. يا رب جيب العواقب سليمة يا رب. يا سارة. اهلا سارة. اهلا يا احمد بيه، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ حضرتك جيت امتى؟ احنا جينا امبارح. الحمد لله على السلامة. هو في حاجة؟ في حاجة؟ انت ما تعرفيش ان كمال اختفى مع الاسماء الكامل دي؟ احنا جايين ندور عليه. اختفى؟ غريبة قوي. انا كل اللي اعرفه انه سافر معاها رحلة، ما اعرفش اكتر من كده. والله يا بنتي احنا مضطرين نسألك مرة تانية، وعلى الله ما نكونش اتقل عليكي. لا انا تحت امر حضرتك، بس للأسف انا مضطرة انزل مصر دلوقتي حالا مع خوف سياحي. حضرتك عارف بقى الشغل ما بيرحمش. ربنا يكون في العون. عن اذنك. مع السلامة. ايه رأيك؟ انا حاسس ان في حاجة مستخبية. انا كمان متوهوش. يعني معقول تكون عارفة مكاني؟ طب هي هتخبيه ليه وفين؟ وايه مصلحتها في كده؟ عايزة تفكير. تعالى. هو اتأخر كده ليه؟ ولا احنا لقينا بدري؟ اهدي يا مدام اهدي، السكرتارية بيقولوا انه على وصول. خير يا فندم؟ في اخبار عن كمال؟ كان بودي اطمنكم، لكن للأسف على الأقل من وجهة نظري مش خير. لا مؤاخذة يا فندم، كمال جرى له حاجة؟ كمال بعد رحلة السفاري مع كارن عدى الحدود من طابة ودخل إسرائيل. احنا ادينا حقنة مهدئة، بقول يا ريت نسيبها شوية علشان تستريح. متشكرين جدا. ايه يا حاج فهمي، حصل ايه؟ والله هم ادوها حقنه مهدئه على الله تاني. طب مش الواجب دلوقتي
نبلغ جوزها اللي حصل لها ده؟ ده كنت انا ما شفتوش ولا عمري اعرفه. وبعدين ده هنبلغهم الجوز. الست من ساعه الصدمه وهي منهاره ومحتمل تروح فيه. لا لا لا، ربنا يسترها معاها ان شاء الله. والله يا احمد ايه انا عايز اسالك سؤال، ايه اللي بيحصل ده؟ وبيحصل معانا كده؟ انا عايز افهم، الولاد دول ولادنا ولا مش ولادنا؟ واذا كانوا ولادنا فعلا بيعملوا معانا كده ليه؟ انت بس انا مفروع اكتر منك. تعال عشان مش بيتهرب المستشفى. يا حاج فهمي، ارض سينا اللي احنا عليها دي ارض غاليه جدا. يا ريت اولادنا يفهموا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، ويعرفهم قد ايه قيمه الدم اللي احنا دفعناها عشان نرجع الارض دي تاني، ترجع علشان تصبح ميراث لهم ولاولادهم. انا مش فاهم، اولادنا دلوقتي بداوا يتسللوا ويهربوا على هناك، فاهمين انهم رايحين الجنه الموعوده، مع ان انا في تصوري ان هم بيرموا نفسهم في جهنم الحمراء. والعمل هنسيب الواد كده من غير ما نطمن عليه؟ ما نعرفش اذا كان حي ولا. ما تقلقش حاج فهمي، اطمن. المهم احنا عرفنا مكانه، ان شاء الله يكون بخير. ما تشيلش احمد ايه؟ انا اسف، ما قدرتش اعرف من معاك رحله السفاري دي راحت فين بالظبط. ما تقلقش يا ابني، احنا عرفنا مكانه، ان شاء الله نطمن عليه. يلا حاج فهمي نطمن على ألف تاني، زمانها فائت دلوقتي. يلا يا ترى يكون عملها معدى الحدود؟ يعني كده خلاص ابني راح مني مش هنشوفه تاني. طب ازاي؟ ازاي عامل كده؟ عقله كان فين؟ نسي خلاص، نسي ابو مين؟ ابو اللي عاش طول عمره يحاربهم وقتلوه، يروح حد عندهم؟ طب ليه؟ ناقصه ايه هنا؟ قولولي، ردوا عليا. ما حاولت كمال ابني واللي في عروقه ده ايه؟ دم ولا ميه؟ ما هو لا ينسى بالسهوله دي ويرمي روحه في حضن الشياطين دول؟ قلت فتان ده مش وقته تراجع نفسك فيه دلوقتي. اذا كان هو راح عندهم فاحنا مش هنسيبه، اكيد هنسترده، وواضح انه مش فاهم، لازم هنفهمه. المهم عندنا دلوقتي انتي لازم ترتاحي. اللهم اني لا اسالك رد القضاء، ولكن اسالك اللطف فيه. اللهم اني لا اسالك رد القضاء، ولكن اسالك اللطف فيه. يا فندم لازم نعرف الولد راح فين وبيعمل ايه، دي امه هتموت من شده خوفها عليه. ما تنساش انه سافر بارادته مش غصب عنه، وحتى لو حاولنا نرجعه لازم يكون هو عاوز يرجع. المشكله في تفكيره مش في وسيله الاتصال بيه. ايا كان الامر، طيب هو فين؟ عايش ازاي؟ عايش مع مين؟ بيعمل ايه؟ سعادتك عارف الناس دي ممكن يعملوا منه ايه؟ ممكن يعملوا فيه ايه؟ كلنا عارفين، لكن للاسف ده حق دستوري ومفيش قانون يقدر يمنعه. انا مش في الدستور والقانون دلوقتي، انا في الحق والواجب. ده فخ ولادنا بيروحوا له ومغمضين العينين، مش عارفين ايه اللي هيجرى لهم ويجرى البلد دي من وراهم. لازم نتصرف. يا مدام ألفت ارحمي نفسك من اللي انت بتعمليه شويه ده، واعملي حسابك ان ربنا ارحم من اي حد، وفي نفس الوقت قعدتنا هنا ما بقالهاش لازمه، لان احنا عارفين هو فين ومع مين، ولو نزلنا مصر ممكن نلاقي حد يدلنا عليه. انا لا يمكن امشي من هنا ابدا، الوصول لكارين معناه الوصول لابني، لازم الاقي طريقه عشان اطمن على ابني ان شاء الله حتى سافر له هناك. والله يا مدام انت ام وانت حره طبعا تعملي اللي انت عايزاه، وما شاء الله وقدر فعل. عن اذنك بقول لك ايه يا حاج، انت مش بتقول ان ابن اللواء احمد
متجوز من صاحبتها جينيفر؟ ايوه، وقاعده عندهم لانها حامل. مدام صاحبتها يبقى تعرف عنها كل حاجه، واكيد هتوصلنا ليها، وبكده يبقى اطمن على ابني كمال. صباح الخير يا احمد بيه. اهلا اهلا برهان. ازاي سعادتك؟ ازيك يا باشا. في الحقيقه في حاجه كنت احب ان سيادتك تعرفها، جايز يكون ليها اثر وتساعدكم في معرفه مكان كمال. انت عرفت حاجه ولا ايه؟ ساره. مالها ساره؟ لما جون الولاد عشان يشتغلوا في القريه وصتني عليهم وبشده، ولما قلت لها على علاقه الولاد بالبنات الاجانب قالت لي سيبهم على راحتهم. ساعتها يا احمد بيه حسيت ان ليها مصلحه في العلاقه دي. غريبه قوي، ايه مصلحتها في علاقه زي كده؟ مش عارف يا احمد بيه، لكن هو مجرد احساس، وحسيت ان واجبي لازم اقول لك. بعد ما عرفنا مكان كمال وجواز نصر من جينيفر، احمد بيه خلي بالك من ابنك. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. متشكر. شكرا لله. يا بصيتي بتقول راح فين؟ اللي سمعتيه يا نعيمه راح اسرائيل. وايه اللي وداه عندهم؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ يعني هي حكايه طويله ومره، وامه اول ما عرفت وقعت طبت من طولها، لولا ان احنا لحقناها والحمد لله. طبعا يا اخويا لازم تقع من طولها في مصيبه زي دي امي يا اخواتي، يعني عليكي يا ألفت. انا تعبان وعايز استريح. يا بنات ابوكوا تعبان وانا مش عارفه اعمل ايه، ربنا يستر عليه. صدقتيني ان كمال ده دماغه لسعه ومش متظبطه صح؟ ايه ده؟ في حد في الدنيا يعمل كده؟ خلاص؟ ضاقت بيه الدنيا؟ ما لقاش غير اسرائيل؟ كفايه نرمين ارجوكي كفايه. مش مستحمله اسمع اي حاجه، كفايه اللي سمعته، وكفايه الحسره اللي شفتها في عينين بابا المسكين ده. عندك حق يا شيرين، انا ما كنتش عارفه ان بابا بيحب كمال قوي بالطريقه دي ومرتبط بيه قوي بالشكل ده. تفتكري كمال عمل كده ليه؟ ما هو بالراوي راح ورا السنكوحه اللي عرفها، وسي نصر كمان اللي راح وجاب لنا الامريكانيه دي وقال ايه حامل منه كمان. تعرفي يا نرمين، انا حاسه اني مش هشوف كمال تاني. وصلتي امتى؟ من شويه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجميل مدمال ومتضايق كده ليه؟ الحقن يا مروان، ابني كمان واقع في مصيبه مش عارفه هيخرج منها ازاي. حبيبه قلبي مفيش مصيبه في الدنيا هتستعصى عليا، قولي لي في ايه وانا هحللك اي مشكله في الدنيا. فحوصات؟ فحوصات ايه يا بابا اللي حضرتك عايز نعملها؟ انت فاهم معنى كلامي كويس اوي. بعدين هو سؤال واحد صريح ومباشر هسأله لك وتجاوبني عليه بمنتهى الصراحة. هل انت تأكدت انك اول راجل في حياة مراتك جينيفر دي فعلا ولا لا؟ انا كنت متأكد من كده، عشان كده سألتك السؤال ده حتى لو كان في سؤالي جرح كبريائك او لكرامتك. على كل حال يا حبيبي، انا عايزك تعرف شيء مهم. هي المساله اختلاف حضارات وثقافات. الناس دي مساله الشرف والعذريه والمسائل دي بالنسبه لهم
ما بتمثلش خيمة كبيرة، إنما إحنا لا، إحنا عندنا قيمنا، عندنا عاداتنا وتقاليدنا اللي بنتمسك بيها. عشان كده أنت كان لازم تعمل الفحوصات دي من نفسك، وأنا كان لازم كمان أطمن إن ابني الوحيد ما أصيبش في علاقته الطبيعية مع مراته بشيء كده ولا كده ممكن يجر علينا مشاكل إحنا في غنى عنها. حضرتك بتتكلم صح يا بابا في كل كلمة قلتها. خلاص حبيبي، أنا عايزك تجهز نفسك عشان تروح للدكتور مراد في المستشفى ويعمل كل الفحوصات اللي نتأكد منها. حاضر يا بابا، اللي تشوفه بعد إذن حضرتك. يلا حبيبي. أنا مستوعب كل كلامك، وبصراحة كده أنا مش شايف أي سبب للإنزعاج الشديد ده. معقول يا مروان؟ معقول مش حاسس بيا وبالنار اللي جوايا من خوفي على ابني؟ صدقيني حاسس بيكي. اللي أنا عايز أقوله لك إن إسرائيل دي دولة زي أي دولة موجودة على الخريطة، لينا حدود مشتركة معاها، وبقى في بيننا وبينهم بيزنس، وبنقدر نروح لها عن طريق البر والبحر والجو. شوف يا ألفت، أنا ليا هناك أصدقاء ومعارف وشركاء، يعني ممكن في ظرف ساعتين بالكتير قوي أقدر أعرف لك ابنك كمال موجود فين وخليك تكلميه وتطمني عليه. قولي لي بقى المشكلة فين؟ معارف وأصدقاء وشركاء. ألفت حبيبتي، البزنس ملوش لا وطن ولا دين، البيزنس يعني مكاسب، كل واحد فينا بيشوفها من وجهة نظره. أنا شخصيا بشوفها مكاسب زي ما قلتلك، أنت بتشوفيها بوجهة نظرك أنت، عواطف. ألفت حبيبتي، رأس المال له قوته، زيه زي طيار المية الجارف، مفيش حاجة أبدا تمنعه، الأرض قدامه ممدودة بيجري فيها، لا عواطف تمنعه ولا حدود ولا ايديولوجيات، وهي دي بقت لغة العصر اللي العالم كله بيتكلم بيها. معقول يا مروان؟ عشت معاك السنين دي كلها احبك واحترمك وما فهمتكش؟ اخر حاجة كنت اتخيل انك تشتغل مع الناس دول. مش انا لوحدي يا ألفت، في ناس كتيرة قوي وكبيرة قوي بتشتغل معاهم حتى ولو من ورا الستار، بس اللي انا عايز اقوله لك ان لغه البيزنس ما تعرفش الا المكسب وبس، حتى ولو مع الشيطان. بس دي مكاسب غرقانه بالدم. انت هتدخلي السياسه في البيزنس ليه؟ بيزنس ايه اللي بتتكلم عنه وانت بتمد ايدك لايدين غرقانه بدم ولاد بلدك وعروبتك؟ وجهات نظر. ألفت يا حبيبتي، ما تسيبك من لغة الدم والبزنس والحاجات الغريبة قوي اللي بتقوليها بالليل دي، تعالي نطلع ننام، أنا مستنيكي فوق. ربنا يا حسام يا ابني يديم عليك العقل. حق يا حسام، لو انت يا ابني كنت وقعت في واحده من دول انا كان زماني رحت فيها. بعد الشر عليك يا ست الكل، المساله كانت واضحه زي الشمس، بس مش عارف ازاي هم عميوا عنها. ابي شويه كمان، الواد كمال ده ايه اللي وقعه الوقعه السودا اللي مهببه بطين دي؟ يا ماما، كله كوم وكمال ده كوم. انت عارفه انا اتخانقت معاه اكتر من مره هناك بسبب الموضوع ده، بس ده عيل متهور ما كانش بيسمع الكلام ابدا. على رايك انا مش صعبان عليا في الموضوع ده كله غير خالك احمد، من ساعة ما سخامة الطين دي دخلت البيت وهو حاله في النازل، أبص في عينيه ألاقي هم وكرب ملوش أول ولا آخر. بناكي بالعواقب سليمة يا رب. الكلام بتاع الراجل مدير القرية السياحية ده مش مريحني،
ومش مطمني كمان. انا لازم احط الشك قدام عيني دايما. الله، من مين؟ من جينيفر اللي شايله حفيدك؟ مش فاهم، انت شفت عليها حاجه؟ مش مساله شفت حاجه، بس انا لازم احط كل الاحتمالات قدامي. انا لازم اطمن على ابني، لازم ابقى مستقر نفسيا تجاه الولد. والله مش عارف اقول لك ايه يا احمد، جايز لك حق في شكوكك دي. بخصوص كمال، ممكن ابو مهند باتصالاته في الارض المحتله وعرب اسرائيل يساعدنا ان احنا نعرف اخباره ونطمن والدته. ادخل. شكرا جزيلا، اتفضلي. ما تقلقش قوي كده، ابنك زي الحديد وصحته زي الفل والدليل اهو. طيب الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. المهم انا دلوقتي حكايه جينيفر دي اللي عامله لي قلق شديد جدا، وعايز احدد بالظبط هل جوازها من نصر ده جواز حب وجواز حقيقي، ولا وراه دوافع اخرى احنا لسه ما نعرفهاش. خليه يشك براحته، مش هيقدر يثبت اي حاجه علشان انت مالكيش اي صله بالموضوع. من ساعه ما عرفوا كمال راح فين ومع مين وهم عايشين في حاله رعب وفزع زي ما يكون راح جهنم. خليهم كده نعيش وهم خايفين مننا احسن ما نعيش واحنا خايفين منهم. بس انا قلبي مش مطمن. ليه بقى؟ يعني من ساعه ما قابلت احمد ده في شرم الشيخ، من طريقة كلامه ليا ونظراته حسيت انه بيشك ان ليا دخل في اللي حصل لكمال. ما تقلقيش وخلينا احنا في شغلنا. طب ولو سألني عن جينيفر وكارن اقول له ايه؟ لا دي بسيطة، قولي له يا حلوة اللي مفروض تكوني عارفة عنهم. انت عارفة بعد اللي حصل للولد بتاع النادي وجينيفر بعد ما دخلت بيته وحكاية كمال مع كارن، انا بجد قلقانة ومش مطمنة. الموضوع بقى فيه حاجة تخوف عمتي، أنا خايفة بجد. إبراهيم، إبراهيم عنيد، وأنا عارفة عارفة آخرة عناده دي هتودينا فين. طب أنتي مش خايفة؟ وسيادة اللواء ماله؟ هتسيبيه ببساطة كده؟ ده راجل طيب قوي وما يستاهلش كل ده. انتي مش بتحبي؟ بحبه، بحبه قوي. خايفة، خايفة من شبح الماضي وكراهية الحاضر تقفل كل البيبان قدام حبنا وتخنقه. عارفة ساعات بحس كده ان عايزة اروح له، اروح له واعترف له بكل حاجه علشان احذره واحميه. بس ارجع اقول لنفسي هو لو عرف الحقيقه وعرف انا مين ودخلت بيته ليه هيحصل ايه. باي سلمى. باي جينيفر. ايه ده، معقول هتخرجي الشارع كده؟ واي نوت، عشان ابقى فري في الحركه. فري في الحركه؟ لا انا ما افتكرش ان نصر هيوافق انك تخرجي بالشكل ده. بقولك ايه، ادخلي غيري بدل ما يجي ويحصل مشاكل، وانتوا مش ناقصين. Don't worry سلمى، don't worry. I must go to see my doctor for my baby and also to go to my job. Bye. Bye. انت حره. الله يسامحك يا اخويا، بليتنا حتة بلوة أمريكاني. دي صورة الشاب اللي بكلمك عليه وصورة باسبور البنت اللي هو اختفى معاها. ما تشغلش بالك يا أحمد، برضه في إلنا عيون هناك، وبإذن الله عن قريب بطمنك وبجيب لك أخبار. يا ريت أبو مهند تبقى عملت خدمة كبيرة، الموضوع ده يهمني جدا، وبعدين أبو الولد دوت صديقي جدا. فاهم، اطمئن. على ايش بتضحك يا دكتور؟ ضحكنا معك يا رجال.
ولا منها حاجة تبكي ما تضحكش. لكن في اللحظة دي خطر على بالي مثل قديم كنت أسمع والدته تقوله وأنا صغير. مثل إيه ده يا دكتور؟ ده مثل صعيدي بيقول من قلة العجل خدنا من دار العدو حبيب. أيوه من دار العدو حبيب، عندك حق والله يا دكتور. تشغلش بالك يا ست اللواء، كل مشكلة وليها حل. أيوه بس الوقت، الوقت عامل مهم جدا بالنسبة لي يا مراد. كل المعلومات اللي انت عايزها هتوصل لك عن قريب، انا برضو لي اتصالاتي. على كل حال انا لسه قدامي باب هدق عليه. مساء الخير يا ليلى. اهلا اهلا. من فضلك هي سارة موجودة؟ موجودة. خير؟ خير ان شاء الله. لا ده مجرد سؤال بس كده وهمشي على طول. حاضر اتفضل. انت ازاي تسيبيها تنزل باللبس المسخره ده؟ اعمل ايه؟ حاولت معاها وما قدرتش. الحقيقه بقى مراتك قوي ومفيش حد يقدر عليها. يعني هي الحكايه ناقصه؟ هي عايزه تفضحنا في الحته كلها؟ ما قالتش راحت فين؟ راحت للدكتور عشان متابعه الحمل وشغلها في مركز الكمبيوتر. طيب يا جينيفر، بس لما تيجي لازم تعرف ان التصرفات السخيفه اللي بتعملها دي غلط، وتفهم هي عايشه مع مين وفين. عايشه مع مين وفين؟ مش هو ده اللي انت جبته لروحك؟ اشرب بقى يا بيه. ايوه انا فعلا قلت كده للاستاذ فرحات. طيب مش شايفه ان ده تصرف مش مفهوم منك؟ انت ليه عملت كده؟ عشان مصلحته. وايه مصلحتهم في انهم يتعرفوا على بنتين زي دول؟ لا نعرفهم ولا نعرف اي شيء عنهم. لما لقيتهم معجبين بيهم وهم اللي طلبوا مني اني اعرفهم عليهم قلت شبان، ودي مجرد صداقه بريئه ووقت لطيف هيقضوه مع بعض. ولولا توصيتي للاستاذ فرحات كان خلاهم سابوا الشغل مجرد ما العلاقه دي ابتدت. يا ريتك عملت كده فعلا، كنت وفرت علينا كتير من اللي احنا فيه دلوقتي. انا اسفه جدا، ما كنتش اعرف ان الامور هتتطور بالشكل ده. وجينيفر وكارين دول تعرفي عنهم ايه بالظبط؟ احمد بيه، دول مجرد افراد في فوق سياحي انا المرشده بتاعته، يعني علاقتي بيهم محدوده. هلو سلمى. هلو. هاو ار يو؟ نصر. هاي. تعالي هنا. ايه اللي انت لابساه ده؟ انت عايز تفضحيني وتحرجيني قدام الناس؟ نصر don't try to touch me again. اوكي. بقول لك ايه، انا لما اتكلم تقفي تسمعيني لغايه لما اخلص كلامي. What do you want? Are you crazy? Listen نصر، الحياه معاك كده مستحيل. And don't try to talk with me like this again. اوكي. Are you understand? واضح ان انا تقلت عليكم باسئلتي، اعذريني يا بنتي. الحقيقة أنا اللي أسفة وحاسة بالذنب كمان، حاسة إني مسؤولة عن كل اللي حصل ده حتى ولو من غير قصد. لا أبدا إطلاقا، أنت مالكيش أي ذنب. صباح على خير. أحمد بيه، هتمشي من غير ما تشرب قهوتك؟ يا ستي يبقى لي قهوة عندكم. صباح على خير. وأنت من أهل. اهلا اهلا ابراهيم بيه. اهلا سياده اللواء. ايه يا راجل، ما حدش بقى يشوفك زي ايام زمان. تصدق انك وحشتني، ده حتى الشطرنج ما بقتش تيجي تلعبه معايا. معلش ظروف بقى والدنيا تلاهي زي ما انت عارف. ربنا يكون في عونك يا جنرال. بس اقول لك ايه، ده يا دود لو عوزت اي حاجه في الدنيا من عندي قبل العندي. وانا متاكد ده يا دود. صباح الخير. وانت من اهل.
كان عايز ايه؟ اوكي جينيفر، ويل توك ليتر. في في ما فيش حاجه بابا، ده نصر وجينيفر شدوا مع بعض شويه علشان نزلت الشارع بهدوم مكشوف. بهدوم مكشوف؟ انت اول مره تتنبه للحكايه دي؟ يا ابني دي ثقافه تانيه، حضاره تانيه غير حضارتنا، ليهم تصرفات مختلفه، اكلها شربها نومها خروجها في اي وقت رجوعها في اي وقت. صعب قوي ان احنا نقدر نغيرها، وصعب قوي بالذات ان انت تقدر تغيرها. عندك حق يا بابا في كل اللي قلته، انا اللي غلطت وتسرعت في ارتباطي بيها، كان لازم افكر الف مره قبل ما اعمل خطوه زي دي. اشكرك يا رب انه بدا يفهم. على كل حال مش عايزين مشاكل، خش صالحها وخلص الموضوع ده. سوري يا جينيفر، I'm sorry، أنا كنت عصبي معاكي، forgive me. I'm sorry. يا شيرين، شيرين. ايوه يا ماما. ابوك إيه؟ مش في البيت يا بنتي. ما راح فين يعني؟ يمكن نزل يصلي. لسه نازل على الصلاه يا حبيبتي، وبعدين العبايه بتاعته محطوطه على الشماع. ما راح يكون راح فين؟ مش عارفه يا بنتي، ابوك تعبان قوي وكتم في قلبه وساكت، وانا خايفه عليه يا شيرين، قلبي هياكلني عليه يا بنتي. اهدي يا ماما، ان شاء الله خير يا رب. حاجة ازاي؟ قول يا اخويا مالك في ايه؟ زيح عن صدرك وقول. ابدا، حسيت ان انا مخنوق تحت، قلت اطلع اشم شوية هوا. مخنوق؟ مخنوق من ايه؟ ما تقول لي وتفضفض لي، عندك ايه وفيك ايه؟ يا الله، الآن الآن على الولد، مش عيب، مش عيب ان انا اقول انه وحشني.
مروان. ايه؟ اصحى دلوقتي يا مروان. في عايزه ايه؟ انا خلاص ما بقتش طايق اعيش معاك في اوضه واحده، طلعني يا مروان. اصحى من النوم عشان اطلق يا ربي. ايوه الفت، بص يا بنتي انا عارف ان انت تعبانه ومش في وعيك واعصابك تعبانه بسبب ابنك. انا لا تعبانه ولا اعصابي تعبانه، انا في كامل قوايا العقليه. طلقني احسن، كفايه السنين اللي عشتها معاك وانا مخدوعه. انت كل اللي يهمك الفلوس وبس. يا حبيبتي هي الفلوس دي عشان مين؟ ما هي عشانك في الاخر. مش عايزاها. انا عايز افضل احترمك زي الاول. ايه ده ايه ده، ده الموضوع بجد بقى. بقول لك ايه؟ حاسبي على كلامك معايا. طلقني احسن يا مروان. بصي يا الفت انا عايز اقول لك كلمتين. الافكار المثاليه اللي انت عايشه فيها دي ملهاش وجود في زماننا ده. انت واحده عايشه في الماضي، عايشه مع ابو ابنك البطل اللي انت شايله صورته لغايه دلوقتي معاكي، وانا مش عايزه اواجهك يا هانم. ده ابو ابني الوحيد، وشيء يشرفني ان هو بطل من ابطال اكتوبر. البطل اللي مش عاجبك ده شويه التراب اللي شربوا دمه عندي اغلى واشرف منك 2000 مره. ألفت انت طارق. وليه بس يا اختي؟ مش كنت تطولي بالك شويه؟ هو الطلاق ده حاجه سهله؟ ما كانش ينفع يا ست نعيمه، بعد اللي سمعته منه لا يمكن كنت اعيش معاه لحظه واحده. لا حول الله، هي الفلوس بتعمل ايه في الناس؟ سنين وانا عايشه معاه مخدوعه، ولما عرفته على حقيقته ندمت على كل لحظه عشتها معاه. بقيت حاسه انه غريب عني لدرجه اني ما بقتش طايقه ابص في وشه، عشان كده كان لازم اصمم على الطلاق. بس مش دي قضيتي دلوقتي، انا قضيتي دلوقتي هي ابني، ولو في اخر الدنيا هوصل له وهرجعه مهما كان الثمن. وانا مش هسيبك لوحدك، ايدي في ايدك ندور عليه مع بعض، وان شاء الله نعطر فيه ونطمن عليه ونرجعه لحضننا كلنا تاني. انا حاسه بيك ومقدره ظروفك، ما تشغلش بالك من ناحيتي خالص. ازاي بس ما اشغلش بالي؟ وانا كل ما احس ان في خطوه بتقربنا من بعض بيحصل حاجه الايام ملخبطه كل ترتيباتي. معلش اصبر شويه، المهم عندي انك تاخد بالك من صحتك ومن نفسك، احنا محتاجين لك قوي. يا سلام، ما تتصوريش كلامك ده بالنسبه لي بيمثل ايه في الصحراء اللي انا عايش فيها نفسيا. انت بالنسبه لي، بس هو عموما انا مش هنكر ان انا عايش في لخبطه شديده. انا كل ما ابص قدامي واشوف البنت اللي اسمها جينيفر دي بحس ان عفاريت الدنيا بتتنطط قدام عيني. وبعدين بقول روحي هي ذنبها ايه يعني؟ ذنبها انها شايله حفيدي في بطنها. انا في نفس الوقت لما بفكر في اللي حصل مع كمال بتصور ان علاقتها بنصر دي شيء غير طبيعي، شيء مقصود، وبلاقي المخاوف والهواجس بتهاجمني ومالياني. يعني بتشك حضرتك في حاجة؟ مش في حاجة، أنا بشك في كل حاجة، بس أكيد الشك ده هو اللي هيوصلني لحقيقتها، لأنها كمان دخلت بيتي وفرضت نفسها على حياتي وعلى أولادي ومن غير ما أقدر أفتح بوقي بكلمة. بس أنا مش هسكت، وأكيد أكيد هوصل لحقيقتها.